النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم استمرت المملكة تحت تأثير منخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الأولى وهي الدرجة الأضعف. انتشرت كميات من الغيوم المنخفضة في أغلب مناطق المملكة، عملت على هطول زخات متفرقة من الأمطار خلال ساعات الصباح وخلال ساعات الظهيرة في أجزاء متفرقة من المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى. خلال الساعات القادمة وتحديدا خلال ساعات الليل ينقشع هذا المنخفض الجوي وتراجع تأثيراته ويميل الطقس للاستقرار أكثر. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول عودة الاستقرار على الطقس، لكن كتلة هوائية شديدة البرودة يتوقع أن تندفع نحو المملكة اعتبارا من يوم الجمعة، تعمل انخفاض كبير وشديد على درجة الحرارة بالإضافة لعودة نشاط الرياح الشرقية خلال الأيام القادمة وطيلة الأسبوع القادم. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكمية من الغيوم المنخفضة المرافقة لهذا المنخفض الجوي الذي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الأولى. سرعان ما ستتلاشى هذه الغيوم خلال ساعات الليل، يميل الطقس للاستقرار أكثر، لكن تندفع بالمقابل كتلة هوائية باردة أو شديدة البرودة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري يمتد من الأراضي الإيرانية والتركية باتجاه الأراضي العراقية، ثم لاحقا باتجاه منطقة بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية. هذه الخريطة الجوية لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذا الاندفاع البارد الشرقي، حيث كما ذكرنا المرتفع الجوي السيبيري يمتد فوق مساحات واسعة من الأراضي الإيرانية والتركية بسبب خطولات ثلجية كبيرة شهدتها هذه المناطق خلال الفترة الماضية. هذه الخطولات الثلجية تعمل على اتساع رقعة هذا المرتفع الجوي ليمتد ويندفع جنوبا باتجاه العراق وباتجاه الأراضي السورية ومنطقة بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية خلال الأيام القادمة واعتبارا من يوم الجمعة. هذا الاندفاع للمرتفع الجوي السيبيري سيعمل أيضا على نشاط كبير وواضح على الرياح الشرقية هذه المرة التي تزيد من الشعور بالبرودة. بالإضافة للشعور بالبرودة يتوقع أن تكون هذه الرياح أو تشتد هذه الرياح في المناطق الغورية والشفا غورية وأيضا في عموم مناطق المملكة. هذه الخريطة هي اللي مقطع لخريطة جغرافية من العاصمة عمان أو جبال العاصمة عمان باتجاه منطقة الأغوار ومنطقة البحر الميت. الرياح الشرقية تهب هنا من المنطقة الشرقية من الأردن باتجاه القطاع الغربي من المناطق الجبلية من المملكة. هذه الرياح تكون نشطة السرعة تترافق مع حبات تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، لكن فور وصول هذه الرياح نحو مناطق المنحدرة باتجاه منطقة الأغوار ومرورا بالمناطق الشفغورية تنزل هذه الرياح بقوة وتزداد شدتها لتترافق مع حبات تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة، أي أن الرياح ستكون أكثر سرعة وأكثر شدة في مناطق الأغوار منطقة البحر الميت والمناطق الشفغورية، وبالتالي ينبه المزارعين تحديدا في مثل هذه الظروف الجوية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مزروعاتهم وأيضا حماية البيوت البلاستيكية. نذهب الآن وإياكم إلى هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة السطحية المرافقة لهذه الكتلة الهوائية الباردة، حيث تنتشر أو تندفع هذه الكتلة الهوائية الباردة من الأراضي العراقية غربا باتجاه منطقة بلاد الشام اعتبارا من يوم الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس خاصة خلال ساعات الليل ويبدأ الصقيع بالتشكل خاصة فوق المنطقة الشرقية اعتبارا من ليلة الجمعة على السبت. درجة الحرارة تكون حول الصفر المئوي ليلا، بينما تنخفض أيضا خلال ساعات النهار لتكون في بعض المناطق ما دون 10 درجات مئوية، لكن الرياح الشرقية ستعمل على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل لافت خاصة وأنها رياح شرقية جافة ونشطة. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود الطقس رطب، فرصة لتشكل الضباب الخفيف 6 درجات مئوية كحرارة الدنيا، الملموس 4 درجات مئوية فقط، الرطوبة مرتفعة 95% والرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية للأيام القادمة. يوم الجمعة 14 درجة مئوية،
ليلا تصبح الرياح شرقيا، نشطت السرعة 5 درجات مئوية فقط بسبب بدأ تأثير هذه الكتل الهوائية الباردة المرافقة لهذا المرتفع الجوي السيبيري. يوم السبت أيضا طقس مستقر لكن بارد ورياح شرقية نشطة أيضا تستمر بالهبوب 13 درجة مئوية كحرارة عظمى، الصغرى 4 درجات مئوية. يوم الأحد تواصل درجة حرارة انخفاضها، استمرار للطقس المستقر لكن درجة الرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة بالهبوب 12 درجة مئوية فقط كحرارة عظمى، الصغرى 7 درجات مئوية بينما تكون حول الصفر المئوي فوق الجبال العالية من جبال الشراق وأيضا عموم الباديتين الشرقية والجنوبية خلال ساعات الليل المتأخر وأيضا خلال ساعات الصباح الباكر. كتوصيات في مثل هذه الظروف الجوية ينبه من سرعة الرياح وتأثيراتها على المزرعة تحديدا في المناطق الشفغورية ومنطقة الأغوار، والانتباه من تشكل الصقيع في البادية الشرقية وأجزاء من البادية الجنوبية، وأيضا تثبيت المقتنيات أثناء هبوب هذه الرياح النشطة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.